إذن قرار المحكمة الدستورية في إلغاء المقعد البرلماني في إقليم مكناس قرار عادي، وحنا داخل التجمع الوطني للأحرار دائما كنا ندافع على استقلالية القضاء، وبالتالي هذا قرار يجب علينا احترامه وخديناه وتقبلناه، وهو قرار لن ينقص في نضالنا شيء وما غادي يزيدنا غير قوة. قرار ما تيمسش مصداقيتنا، ما تيمسش أخلاق ديالنا، ماشي شي قرار اللي الحمد لله سنستمر في العمل داخل الحزب وسنستمر في النضال، وعندنا منابر أخرى سنترافع على قضايا المكنسية والمكنسة من منابر أخرى. المؤتمر الجهوي اليوم ينعقد في مدينة مكناس في إقليم مكناس، هو يعني طبعا في إطار تنزيل قرارات المؤتمر الوطني. المؤتمر كان ناجحا بكل مقاييس، وكانت مناسبة اللي تم فيها مناقشة الحصيلة المرحلية الانتخابية، وبعد ذلك سيتم يعني مناقشة البرنامج، برنامج العمل المستقبلي، لأن الحصيلة بطبيعة الحال هي النجاح في الانتخابات، وجهتنا كان عندها دور كبير في النتائج على الصعيد الوطني. وكما كتعلموا كان عندنا 13 نائبة ونائب برلماني بالإضافة لخمسة ديال المستشارين برلمانيين، وهذا العدد هو عدد يعني تاريخي واستثنائي، جاء بناء على مجهودات كبيرة ديال السيد الرئيس عزيزة خنوش، وجاء كذلك في إطار يعني واحد العمل وواحد العمل جد متميز وعقلاني ديال الأخ المنسق الجهوي والمنسقين الإقليميين. ولكن اليوم برنامج عمل ديالنا ما خصناش نبقاو نناقشوا فقط الحصيلة أو الانتخابات، لأن الانتخابات دازت، واليوم كنبداو واحد المرحلة جديدة اللي خصها نستمروا في التواصل مع المواطنات والمواطنين، نستمروا في العمل كل واحد من خلال موقعه. أنا ما عنديش أدنى شك أن الأخ عزيزة خنوش رئيس الحكومة غينجح في العمل ديالو في هذه الولاية، لأن جربناه وجربناه حينما يلتزم يفي بالتزاماته وبوعده، وما عنديش أدنى شك أن كذلك أعضاء الحكومة والحكومة بصفة عامة غتنجح. ولكن اليوم الرهان ديالنا كذلك هو المنتخبين على الصعيد الجهوي والإقليمي، خصهم ينجحوا، خصهم كذلك يلتزموا بواحد واحد لا ليني دو كوندويت اللي يكونوا كيعتمدوا فيها الأخلاق، واللي يكونوا تعتمدوا فيها الالتزام، واللي يكونوا تعتمدوا فيها التواصل المستمر، ويمدوا الجسر مع المجتمع المدني، مع المواطنين والمواطنات اللي كيمشيوا للجماعة والجهة باش يقضيوا الأغراض ديالهم. هاد الرهان خصنا نوضع له الشروط والآليات باش الحزب يواكب هاد المنتخبين ينجحوا في المهام ديالهم إن شاء الله، ولي كذلك اليقين أن غادي ينجحوا في وضع هاد الآليات ونواكبوا هاد المنتخبين باش يهيئوا راسهم للمرة المقبلة. هذا قرار يرجع للحزب، وإذا قد القرار أنني نزل سأترشح الانتخابات، وإذا كان القرار أن ينزل شخص آخر من مناضلي أو مناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار سأكون إلى جانبه بنفس المجهود ونفس الوتيرة إن شاء الله. كلمة آخر المكنسة، المكنسة الناخبات والناخبين المكنسة غادي نقول لهم على أن النجاح ديالنا في السابق 29 ألف صوت حنا ما عمرنا خذلناهم وما عمرنا ما غنخذلوهم، ورغم هذا القرار ديال إلغاء المقعد البرلماني وافتراضا أن يكون شي برلماني آخر، أنا سأبقى برلماني ديالهم ماشي بالصفة الرسمية أو داخل القبة، ولكن سأبقى في تواصل مستمر معهم وسأتعامل معهم باش نعاونهم ونواكبهم يقضيوا الشغل ديالهم.